السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، خليكم معايا. زامي، واحد النقطة فهمتها اليوم، كيوصلوني انورميمون دو ميساج من عند الدراري مغاربه ماشي ابوني للصفحه ديالي، ولكن كيكتبوا ليا وكندخل كنلقاه ماشي ابوني و سي با غراف. المهم في المعلومه اللي توصلت بها، كاين شي جروب فيسبوك ولا ما عرفتش، شي جروب ما عرفتش فين، ديال المغربيات بيناتهم كيحرشوا بعضياتهم على اساليب الطلاق وكيفاش تسوسي الراجل وتخليه على الدص في امريكان. كنهضر على المغاربه بيناتهم داكوغ، حيت المراه اللي ما كتكونش خدامه وما عندها تريال والراجل اللي كيصرف عليها اي تو، ساهل انها اي سو في باسي بوغ اون فيكتيم، واخا ما تكونش فيكتيم، حيت ماشي كلشي ولاد الحرام وماشي كلشي متعديين، وكاينين المتعديات. نتوما هادشي عارفين، لي بيرفيرس ناسيسيك موجودين، لي مانيبيوتريس موجودين، والكذابات موجودين. دونك الفوج ديال الهاربات، حيت انا غادي نسميهم هاربات، حيت اللي ما عندهمش لي برانسيب وما عندهمش لي فالور سميتهم هاربات. دونك هاد الهاربات غادي محرشين بعضياتهم نايضين بالزروطه، اللي ما كتكونيش خدامه وما عندك والو وبتتبلي عليه، حيت هنايا الا ما قاسكش وتقولي لهم راه ضربني ميم سون زوكين بروف سا فا لو كري دي بروبليم. اما الا جا سولوه وبدا كيتفنتت وباغي يبين بانه مظلوم وبدا كيغوت، عاد كيزيد يغرق راسو. هنايا الرجال ديال المغرب اللي غاديين كيتجوجو دابا، انا نقول لكم ردوا بالكم في تري اتونسيون لو شو اللي كديروا، حيت دو توت لي مانيير اي وحده باغا تجي لميريكا وانت خاطبها في المغرب غتمسكن ودير لك فيها ظريفه وهي حلوه وهي هادي، ومن بعد ترافق مع الهاريبات وريوها ما دير، ودي على حلي شعرها ودير فيك ما بغات. هذا واحد الواقع. واحد اخر اللي مكيهضروش عليه الناس بزاف، كاينين ولاد الحرام اللي كيستاهلوا التمرميد، ولكن كاينين ولاد الناس اللي ما كيستاهلوش التمرميد، كيطيحوا مع شي وحده مرمدها شي واحد قبل منه، تعدى عليها شي واحد قبل منه كتبرد فيه الغليل. ردوا بالكم، انا زعما بيني وبينكم ان كونطرا برينوبسيال ضروري منه، وما تجوجوش بالفاشيلات. هذيك اللي جالسه في دارهم جلست من الخدمه حقها غادي لميريكا تشقى عليك تعاونك تربي الدراري وداك الشيء موفيز افير. جيب شي وحده اللي عندها طموحات، جيب شي وحده اللي عندها شي صنعه ولا ان ديبلوم اللي اون فوا يخرج لها الورك بيرميت ديالها تقدر تخدم، وتا هي يكون عندها ان كونت بونكير وتكون كطلع في كريديت سكور ديالها وتكون باغا دير دي شوز، باش الا سخن على راسها تبغي تخمم القانون غيتعامل باسلوب مختلف، لانكم بجوجكم خدامين بجوجكم كتدخلوا الفلوس، ماشي غيتعامل مع وحده مسكينه غير جالسه في الدار وكتربي في الدراري ودير لهم التاليه تلصق لك اغتصبتيها، تلصق لك ضربتيها، تلصق لك قصتي ولد ولا بنت في شي بلاصه وتقول لهم جي لامبريسيون كو يمكن سي ان، علم الله اش تقدر تقول. راه شوفوا هذاك الشيء اللي كيديروا هنا ملي كيفيقوا بعضياتهم كارثي. وفي هاد لي زيتازوني عندكم العيالات والدراري الصغار والحيوان زون تري سونسيبل، ما تجوجوش الفاشيلات. هي مسؤوله كتدخل الفلوس، حيت شوفوا يقدر حتى هو يفيق واحد الصباح ويدير نفس الخطه، يبدا يدخل في اون ديبرسيون تمثيل ويمشي يدير بك يديبوزي بك بلانت ويقول لهم كتعامل معايا خايب كتغوت عليا ما بقيتش كنستحمل وكنتخلع، ويقدر يقول لهم هددتيه، يقدر يقول بزاف الحوايج والله يا امو كي تتحطيهم صحاح، ويطيح في شي محاميه كافره نيت والله ما يعقلوا عليك. دونك اختي الا كنتي جايه في البلاد جيب النيه مزيانه، جيب النيه الصالحه، جي عواله تخدمي، جي عواله تهزي راسك ومعاشرين على الخير. ما صدقش شي حد يكون كاين ان كونطرا الا طلقنا ما تعطيني ما نعطيك، حيت انت يقدر ربي يسهل عليك وتطيحي في شي صالح واعر ويدير لك تو هاد اللعبه. يقول لهم كتغوت عليا وما بقيتش كنعس، والله تتصر والله تتحطم. الكارثه العظمى في هذا الشيء هو اننا كنهضروا على واحد لا كوميونيتي مسلمان، الناس اللي كنهضروا عليهم ناس جايين من المغرب مسلمين، كتقول لي ما هي ديانتك كيقول لك انا مسلم. ربي واش فواحد الفئه اللي كنهضر عليها دابا واش بان لكم في شي واحد فيهم مسلم؟ حيدوا عليا براتيكون ولا براتيكونت، ما يصلي ما يصوم شغلنا هذاك، ولكن كيتسمى عنده واحد لا فيبغ، عنده واحد ذره ديال الاسلام. فين هي؟ كنهضر على هاد الفئه اللي جايين هازين السيوف والجناوه وخازنينهم في الظهر مع الدور يطعنك ولا طعنيه. ها اللي جاي باغي تلحق على صاحب والحب الطفوله ديالها ما عندوش الوراق، دارت الراجل غا طريق كتبات ما تصبح ما كيعرف ما يدير ما يعرف ما يقول لعائلتها. كاين اللي جايبها متعلمه باش تولد وتشقى عليه. انا كنعرف واحد السيده في امريكا في نيويورك كيتسدى عليها بالساروت هذيك اكثر من 10 سنين، ما كتعرفش شناهي نيويورك اللي كتولد.
هادشي ولا مقرف، التحرميات والحفيات، تو اينا جواج واينا ولاد واينا، سي ديغولاس سي ديغولاس. دابا ايماجيني ان هنا في لي زيتازوني الا كنتي تنتي انسانه خدامه وبرزقك وعندك مسائل ديالك، وهو تجيه شي لحظه ولا شي فطره يدير لك يخطط لك شي خطه ينوض لك يتحاسبوا معاك في اي ريال من نهار تزوجتي بيه. نو جو نو سوي لي كونطرا. علاش خاصكم ديروا كونطرا خويا؟ الا تفارقنا لاي سبب تعطيني ما نعطيك، شد خويا رزقك الا عندك شي رزق، وانا رزقي هو رزقي. باغ كونطخ ملي كتكوني فاشله كتكوني حقه عطيني الدار المغرب وكتب لي الارض ديال الجديده يختفوا نشريها لراسي بلاش ما بغيتهاش انايا، برك عليا غبيت. اخرى ملي كتجي شي وحده من هذا النوع اللي كنهضر عليه الفئه الهاربات الفاشله وتقول لك لا يعطيني وداك الولاد اللي ولدت ليه، لا انت ولدتي ليه، راك ولدت راسك. بونجور، هو جينيتور سبيرماتوزويد عطاه لك كادو حملتي ولدتي. راه واحد الفئه كبيره ديال الرجال راه ما عندهمش ديك المحنه وما عندهمش داك لا فيبر، وعاد حنا كيفاش كنربيو لي بيبي وكيفاش كدوز فتره الحمل ما كتخليش للراجل واحد ليسباس فين يتحان ويتفوزيون معاك في ديك اللحظه ويتفوزيون مع داك لو بيبي ويحس بلي ديطاي كاملين. دوك الرجاله ديالنا ملي كتولدي كيمشي ينعس في البيت الاخر ولا كيمشي ينعس في الصالون كيخليك منك للتربيه، راه بين البلان وبين البروغرام. دوك حبيبه كتولدي ليك ماشي ليه، عولي على ان داك لونفون اللي غيتزاد راك مسؤوله. يقدر الراجل ما يفيقش، كريس كاردياك، يا ما ماتوا هما ناعسين، كسيده الله يحفظ، يتسطى شي ظرف او شي ظريف هادو وخاتو، والى ديسيدي بخاطرو انه يبقى معاها وما بقاش بغا يبقى معاك انت. بهادوك الوليدات اللي انت بالنسبه لك سي لاطاش مع الراجل وبانه امبوسيبل يتخلى عليكم، اختي كيموت على ولادو. نوض نوض واحد الفئه فيها الخير قليله، كيكون حنين وكابر في المحنه وموده وما يقدرش يتخيل يفرتك العش. اما لا ماجوريتي الاخرى اللي كتعرفي وكنعرف لا تي ولا طاش، ما دير كيسطيوني انايا اللي كي زعما كيديروا الوتاد زعما باش الراجل يحشم على عراض. والله مالوزمون قبل ما تولدي خويا لولدنا، و الى تفارقنا ان شاء الله ما غنتفارقوش، ولكن الى وقع شي حماق ولا تو بيردو لا تيت وتفارقنا، جو فو لونتيير بوسيبيليتي دو فير سكو جو افيك افيك لي زونفون، نسافر بهم فين بغيت وندير بهم اللي بغيت. و شحال غتصرف على ولادك القرايه؟ لو ميساج اللي غندير دابا للدراري المغاربه عبر العالم، عجباتكم هضرتي خوده خليها لوحه، اصلا ما كتحملونيش وهانيه جمون فو. المهم اسمع ليا، داك النوع اللي باقي كيفكر بانه غادي يجيب وحده درويشه من المغرب، لا غنتزوج بواحد بنت الناس بنت عائله دراوش، لا لا انا خاصني شي وحده ما كتبون باش خوك راه مدوز، عرفتي غادي نمشي مدوز، عرفتي كنت كندير الروسيات، انت عرفتي بنت دربنا. هذا بالضبط هو اللي كيدير الاختيار ديال داك النوع اللي ما كتبون باش وكتوريه جهنم قبل الاوان. واش عارف داك النوع ديال كتسلم عليها كتعطيك سيرتيفيكات فيرجينيتي تقول لك اسمح لي اخويا انا باقا بنت، لا البارح كنت كنقيم الليل باش ربي يسهل عليا انا وياك، وانا تصلي ناري هاد الفئه. عرفتي هاد الفئه اش غدير لك ملي غادي توصل لبلاد الحريات؟ ويلي غتبدا بك حتى الاول فوق البلاصه على اساس شارجور. دونك جيزي اخويا المغربي غتحطك هاد النوع فوق الشوايه داك تنشيط. لو لا الوالده كتعرفهم مزيان الله يعمرها، دارنا ناس مزيانين على اساس مك نابغه، مك عندها الرادار في عينيها في مخها صافي جابتها لك، اذا سي بون. اش غنقول لك؟ هاي اي اي شتي تلقى الخير في باترونه، تلقى الخير في وحده شتفت عليها الحياه مزيان ودوزوها عليها الشميت مزيان وباغا تلقى على من تحط الراس ومع من تعاشر وتخدم ودير حياه جديده وتبدا من الزيرو والمحنه والموده مع وحده عارفه بقيمه.